السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي. اليوم نقدم لكم وصفة الجلبانة باللحم. نروح نعطيكم المقادير التالية. عندنا اللحم، البصل، الجزر، عود تاع قرفة، الفلفل أسود، والسكنجبير، والكركب، والملح. انا حطيت اللحم ندير غير فيه زيت، ما نكثرش خاطر اللحم فيه شحم. نحط بصل، نخليهم يتقلاو شويه. دروك من داب البصل مليح نحطو الجزر، نحطو الجزر، نديرو التوابل، الكركم، فلفل أسود، الزنجبيل، سكنجبير، العود تاع القرفة، وشوية ملح. هيا اللي بغات ديرها حمراء، صوص حمراء، دير معاها فلفل أحمر. نضربك المرقوق بالماء، نديرو شوية ماء، المرقوق ماء حامي سخون. نبلعو عليه، من بعد عادك مين يطيب اللحم نديرو الجلبان. صاي روك اللحم راه طاب، راه طاب اللحم. دونك نرمو الجلبانة وخلوهم حتى نرمو الجلبانة، خلو يزيد يطيب حتى المرقة تعقد. راه طاب، طاب الجلبان. معنا شوية من المرق، نديرو مغرف صغيرة فارينة، مغرف صغيرة سكر، وعصرة ليمون. دوك نفرغوهم فوق المرق ونخلوهم غير شوية تغلي. راه طاب. من فضلكم فضلا وليس امرا، الا تنسوا اشتراكي في قناتي من مطبخ ام سامي. بالصحه لكم والهنا وشهيه طيبه. صاي طاب الجلبان، جا شباب. بالصحه والهنا، من فضلكم فضلا وليس امرا، لا تنسوا الاشتراك في قناتي من مطبخ أم سامي. بالصحة والهنا، شهية طيبة.